سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بكم متابعي مشاهدي قناة مشاريع المغرب. سير على الله لو كيخرجوا من السوق ديال الكرو، سوق الخضر والفواكه اللي غادي يريب. البوبكا، وما ادراك ما البوبكا، سيرجي بوبكا. عرفتوا شكون هو سيرجي بوبكا؟ هذا من بطل عالمي اولمبي بطولة العاب القوى، القفز بالزانه، هذاك اللي كينقز حتى من الرقم القياسي، يمكن وقيلة اوكراني. المهم مشاهدينا الكرام، اللي ما فراسو شيء وباقي عاد دخل القناه، المغرب كيبني واحد الملعب الاول من نوعه. هادو جايبين بوست بيطون عندهم الداخل تي جي سي سي، شركه أشغال العمومية للدار البيضاء. المغرب كيبني مشاهدينا الكرام واحد الملعب ديال الهوكي الأول من نوعه، أول واحد في المغرب
إن لم أقل الأول في إفريقيا. كتعرفوا بأن الهوكي فيه أنواع، كاين الهوكي على الجليد، كاين الهوكي على الأرضية الصلبة، كاين الهوكي على الماء، كاين الهوكي تحت الماء. هذا الهوكي على الجليد. ركبوا الواجهة الخارجية ما شاء الله، لي شاربونت ميتاليك. إذا مشاهدينا الكرام، المغرب كيبني ملعب للهوكي على الجليد، هو هذا قبالة السواحل على المحيط الأطلسي في مدينة الرباط. نتواجدوا في حي يعقوب المنصور. هذا السوق هذا غادي يتقلع، ما غيبقاش، غادي يتحيد. أصبح مهترئ، أصبح حالته وغادي يحولوه لحي النهضة. مشاهدينا الكرام، على ضفتي نار أبي رقراق جهة الرباط يوسفية. إذا بضعة أسابيع أو أشهر قليلة وغادي يتم الترحيل ديالو. إذا هنيئا لهواة رياضة الهوكي على الجليد كما كتشاهدوا معايا. إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ بعض التوضيحات وبعض النقاط. صورة جوية شاملة. أولا، نفتخر بأننا أصبحنا المغرب كيملك مقاولات وشركة ماد أن موروكو، صنع مغربي، يد عاملة. ملي كنقولوا يد عاملة، راه كنعنيو بها من ديريكتور، من شاف شانتي، من رئيس المهندسين، من شاف بيرسونيل، من المسؤولين، من المسيرين، من العمال، المستخدمين، الشوافرية، سكر. الحمد لله كل شيء بيو مغربي ونفتخر بذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، واحد التحول رهيب عند المقاولة المغربية. مثلا نعطيوها مثال غير هنا، أو لا مولاي عبد الله، أو لا بنو سينا، أو لا مشاريع ضخمة. ولينا كنشوفوا شحال هذه، كنتي الا بغيتي دير مشروع بحال هذا مثلا طبي استشفائي ولا شي مشروع كبير ضخم، كانوا لي مالاكسور ديال البيطون كانوا كيجيبوا لنا البيطون من لي بوست بيطون، وهما هادو اللي كانوا منطقه كتكون خارج الرباط مثلا في تمارة، وحنا عندنا مشروع في الرباط. كيتموا جايين 10 11 12 جايبين، وهذا بعد مرة داك البيطون كيبدا يتفرغ في الطريق وكتكرفس في الطريق. دابا الحمد لله المقاولة تطورات ولات كدير في لوكال، في عين المكان، في المحل، كدير واحد البوست بيطون، مركز لتكوين الإسمنت إن شاء الله اللي غادي يكون مدعم أو مسلح أو لا. اللي هانتوما لاحظوا معايا باش تفهموا أكثر، هاد لي بوست بيطون هما هادو من خلال هاد المدخنات. وهاد لي ميزور ديال الكياس، هنا كاين الرمله، كاين الكياس الرقيق المتوسط، وعندهم لي ميزيون 1 4 4 5. المهم هاد الارقام واخا غنذكرهم لكم ما تعرفوهمش، على اي حال ما تيهمنا حنا. حتى الرمله لي ديفيرون ديال الرمله، الرمله هنا والرمله هنا، كياس لي هذا ماشي خو هذا، وهذا غلط من هذا، وهذا رق من هذا، وكل شيء كيدوز في واحد هنايا المجموعه ديال المراحل، ومن بعد كيتفرغ هاد المالاكسور بيطون. مشاهدين، هاد الشاحنه اللي كتجيب لنا البيطون وكتجي لهاد الاماكن وكتخوي وتفرغ. كذلك عندنا هنا، هنا كنصنعوا المدرجات في عين المكان. لاحظوا معايا ها لي غاباري، هادو هما القوالب، كنصبوا فيهم الخرسانه، اسمنت المسلح، و كتعطينا هاد النتائج. إذن ها الخرسانة أمامكم مشاهدينا الكرام، شتوها ها البيطون، هذه النتيجة. كاينة نقطة أخرى مهمة أيضا، ولاحظوا معايا كنت هضرت عليها في مولاي عبد الله، وهما اللي خدامين عليها أي حاليا. لاحظوا زيد هانت زيد، هما دابا هنا حاليا بداو كيصاوبوا لنا الدعامات اللي غادي يكونوا غيحملوا لنا الأعمدة الفولادية ديال الخارجية ديال التسقيف ديال الملعب ان شاء الله. لكن لاحظوا معايا اكثر، لاحظوا معايا هنا لي ماسيف ما شاء الله، ها هما شيهم
اللي سميلها ومعمرو هنا باسمة مسلح، وداروها هذه على شكل قاعدة أساسية خراسانية. وهنا لاحظوا شتو هنا فين غادين يكون تثبيت وإدخال الأنسر ديال لي شاربونت ميتاليك، هما هادو شتوهم، ها هما هنا راه تفيسا وطبولونا شتوهم، راه الأمور واضحة جدا. واجي قلعة، هذا هو الطريقة اللي تخدمات هنا، ومازال هنا ما غرقاش بحال ديال مولاي عبد الله، الملعب ديال مولاي عبد الله، لأنه غادي يكون عوارض فولادية ضخمة جدا جدا. هول شتوهم، شتو كي مشاو هادو كلهم لي بيلي ديال العوارض الفولادية، غادي يحملوا لنا هاد التغطية والتسقيف بحول الله 100%. كذلك لاحظت هنا واحد المسألة، وهي هنا إقامة مدرجات. لاحظوا معايا، إذا هنا واش غادي يكون شي ملعب ديال التدريب على الهوكي؟ ما عرفش هنا شنو غادي يكون، ما عندناش المعلومة صراحة. لاحظوا شو شو البودرة، شو 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 الساس كيداير، شو تبارك الله، شو ما شاء الله ما شاء الله. إذا المشاهدين الكرام، كذلك المدرجات ما شاء الله بداو كيطلعوا هنا، كذلك هاد الجهة هنا لي سكاي بوكس كنظن ما عرفتش شنو هما هادو، إذا ما كاينش المدرجات، إذا غادي يكون هنا الفي أي بي أو لا لي سكاي بوكس. ما شاء الله، هنا كذلك بداو حاملة المدرجات غادي توضعوا هنا، هما راه كاينين فواحد الصورة راه بانت ليا هنايا، هما بحال هاد الشوم راه كاينين هما. إذا غادي نكملوا إن شاء الله، هذه صورة أخرى كتوضح الأشغال والتطور الملموس. هذه الصورة نسخة طبقا للأصل، الاستثناء هو كاين هنا واحد الفراغ، ما عرفتش هنا شنو غادي يكون. الدورة غادي تكمل بحول الله، وكذلك العوارض الفولادية ها هما لي شاربونت ميتاليك راه حدهم هنا، مازال ما كملوش الدورة، غادي نشوفو في صورة أخرى هنا. لاحظوا معايا هنا لي سوسول، هنايا كاينين جوج ديال الطوابق، هنا كاين هنا وكاين هنا، كاينين هنا جوج تبارك الله، والأشغال مستمرة على قدم وساق. شتو تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنا صورة أيضا المحيط ديال الملعب، شتي كي متبتين، هاهوما شوف، لاحظوا معايا هنا دي تيس دونك خاج، هنا كيجيبو فوق وحدة بحال هادي شاربونت، أو كتبت هنا كتفيكسا كتدخل صافي هنايا. واش كيسوديوهم ولا ما عرفتش انا، ما على اي حال انا كنوصلو نعطيوكم الافكار والصوره. اذا ها هي غتمشي هنا، كذلك انا راه باقا وحده هنا غتركب باش ان شاء الله ديطاش باش تاطاشا مع اختها، وغادي يمشي دور على الملعب بالكامل. صراحه زربوا عليه ما شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا أخوكم سي محمد من قناة مشاريع المغرب، تخليكم مع هذه المشاهد الرائعة، وما تنسوش لايك والإعجاب والاشتراك في القناة، قناة المحبة والمودة والبناء والتعمير والتشييد. إلى اللقاء يا أصدقاء.